صورة الجن من ضلال الشيطان. ومحمد بيضل العالم كله وظهر على حقيقته لما في لحظة سطلة وسكر كتب الحقيقة صورة الجن وكلام الجن. هذا النجس الذي لو صفع النعال على وجهه لصاح النعال بأي وجه أضرب. هذا النجس الذي لو صفع النعال بوجهه لصاح النعال بأي وجه أضرب. لكن أطمئنكم أنه رسول الله. رسول الله يا رسول الله، أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا كالعلم. يا رسول الله، أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا.